وصل يوم أمس ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البحرينية المنامة ضمن زيارته الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان في مقدمة مستقبليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وسط مراسم استقبال رسمية ضخمة في قصر الصخير. وكانت الزيارة لاستعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهم. كانك بدرب المعزة سايرك تابع طريق العز درب المنامة وكانك تدور طيبة صدق تبهرك دورها للبحرين أهل الشهامة.